يا الربع بخلاف ومخاوف بين عفاش وابو سلمان. عفاش اللي صار واحد منا، من واجبنا نحميه بالسيف الطايل ونعدل حقه ان كان مايل. وانا اقول وهذا راي عفاش اللي انطاه لابو وطفه ينقلوا لي، اقول عفاش يريد ينهي الخوف من بيوت الديرة ويطلب يد عبله بنت ابو سلمان. لا يا شيخ، لا يا شيخ، انت كبيرنا وعلى العين والراس، لكن انا ما انا موافق على هذا الزواج. اهدوا اهدوا اهدوا، سموحة منك يا شيخ، أنا أقول إنه عفاش من حقه يتزوج بنت عمه أبو سلمان. لا تنسوا إنه عفاش صار واحد منا. إيه يا حمدان، إن كنت ما تعرف بنات الشيوخ ما ياخذن إلا عيال الشيوخ، ما ياخذن واحد مو معروف لأصله ولا فصله. يا أبو سلمان لا ترفض طلبي أنا والغانمين، وإيش رأيك؟ عز الله يا شيخ، أنت وجه فشل، لكن البنت مريضة، أحطها بعيوني وداويها. زين زين، عندك تبنى لها بيت وتقدم لها سياق أقدم لها روحي. يا أبو سلمان أنا مستعد عن طيق السياق البنت، اطلب اطلب اللي تريده. أنا لي طلب واحد. وش هو؟ أخذ رأي البنية. لكن يا عم أبو سلمان، كلنا نعرف إنه هالبنت ما لها رأي بوجود أبوها. أخذ رأي أمها، والرأي الأخير لي أنا. يا عمو بسلمان، وانت الكبير، شيخنا وكبيرنا طلب يدها، وانت الزوم توافق. والله يا حمدان، لولا الوجوه الغانمة لقوم مردك خشمك بالتراب. أقول اكسر الهرج ولا تدخل حالك بالسالفة أبد. استهدي بالرحمن يا ولد، استهدي بالرحمن. يا شيخ، ما انت وجه فشل، انت ورفيق درب ابو وطفه ولا يهونوا الحاضرين ولا تهون. لا انت